لسه ما غسلتيش المواعين؟ هنفطر ازاي يا بني ادم والدنيا مكركبه كده؟ طب اعمل ايه يعني؟ الميه مقطوعه من الصبح. الميه مقطوعه؟ يا فرحتي يا فرحتي يا فرحه قلبي يا فرحتي، احلفي. لا لا ده كتير قوي سترو. لا للبخل حدود يا وفاء يا اختي. الميه المقطوعه مش بس معناها فاتوره قليله، ده معناها ان احنا ولا هنغسل ولا هنشرب ولا هنحلق ولا هنستحمى. مش فاهمين حاجه انتوا الاثنين للاسف. ومع الاسف ليه؟ دي الحقيقه ان انتوا اغبياء مش فاهمين. انا ليله دخلتي على مدبولي من حوالي 13 سنة كده، المية اتقطعت 4 أيام، قعدنا ناكل ونشرب وننام زي الإخوات. إيه ده؟ أنت تقصدي إن المية مش هتيجي قبل 4 أيام؟ لا يا ستي، دي تقصد إن علامات الست مبرومة بتاعتها بتتحقق. ما تعيشيش نفسك في الحلم كتير، أنا رايحة الشغل. سلام. هاتي ده. إيه ده، هي العلامات بتتحقق؟ بقول لك إيه يا وفاء يا أختي، طب أنا كده ليلة دخلتي على رستم عطست في وشه، والنهاردة قايمة من النوم الصبح مش قادرة أسيطر على مراخيري، عمالة أعطس وأكح. تفتكري ده في الحلم؟ مش ده 5 شاي كحك العيد؟ شاي؟ أيوة فاهمة. طب لو سمحت حضرتك امضي بالاستلام. أستلم إيه حضرتك؟ إنزاي بتشويه محل الجزاية، الكائن في العنوان المسكوي أعلاه ومصادية كل الدبايع، وتحويلها للمعمل القومي لتحليل اللحوم. عارفة ليه؟ ليه؟ لثبوت وقعة ذبح الحمير خارج السلخانة. ارحمونا ارحمونا بقى، الناس بتيفس. يا ساتر يا رب، أنا أيفس إن أنا أتكلم مع واحد زيك. أنت عارف أنت فين؟ أنا عارف، في العنوان المسكوي أعلاه. وريني يا ابني. يا ابني يا حبيبي، كتك 60 نيلة يا منيل، ده 50 شارع كحك العيد مش 5. انت قصدك بقى كندوزة بولية اللي في اخر الشارع. طب ودي هتفرق ايه؟ الموبايل راح فين؟ الو، مين معايا؟ لا انا مدبولي. الله يسامحك. اكسكيوز مي. اوكي، انا اسف على سوء التفاعل ده. لا مفيش اي حاجه. اكسكيوز مي. مدبولي مدبولي مدبولي، كلم مين دهني يقول لي يا وفاء؟ شفتني في خروف بينده عليا. يا سلام، هو مدبولي هنا، اسمه مدبولي. ودي العلامه الثانيه. العلامه الاولانيه كانت قطع المياه، العلامه الثانيه مدبولي. هي الست مبروكه قالت لك انه في واحد تخين وملزلز هيخبط على الباب اسمه مدبولي؟ لا هي بصراحه ما قالتش اسمه مدبولي يعني، بس قالت تخين ومربرب. انا بقى اللي اكتشفت كمان انه اسمه هو كمان مدبولي. ودي العلامه الثانيه. انت ايه يا اختي، ما بتفهميش في العلامات؟